ولكن بالنسبة لي ان انت تلاقي الجمهور موجود في الملعب وما بيشجعكش حاجة صعبة جدا. انا طبعا مش متخيل المنظر اللي انا شفته، يعني ان جمهور النادي الاهلي يبقى في المدرج والنادي الاهلي بيلعب، فرقة النادي الاهلي بتلعب في الملعب والجمهور بيمشي او بيغادر بعض قليله. لا بعض يعني بعض من الجماهير. انا اعتقد وجهه نظري، انا ما اعرفش صح ولا غلط، ولكن انا اعتقد ان ده مش جمهور النادي الاهلي، او القله يعني اللي غادرت دي مش جمهور النادي اسلام الاهلي. جمهور النادي الاهلي، المقوله اللي بقولها دايما على طول، اللي كان هو له الدور الكبير في حصول النادي الاهلي على نادي القرن خلال القرن اللي فات، وكان بيجي ورانا في الاجيال بتاعتنا في الثمانينات، وبيجي ورانا في كل حته. المنيا رايح ايام ما كان في المنيا في الممتاز، دمياط، اسكندريه، بورسعيد، مع صعوبه الطرق والمواصلات وقتها، وكان في كمان يعني بعض الجماهير كانت بتبقى صعبه شويه في البلاد بتاعتها، انما وفي شتاء وفي حر بره مصر وفي اي حته بره مصر كان ويبقى الوضع زي كده. كابتن فتحي، استحاله ان يعني اشوف دي. طبعا مش جمهور النادي الاهلي، دي قله صغيره مش جمهور النادي الاهلي. خلينا نندهش يعني الحقيقه، لماذا احنا متعودين على جمهور النادي الاهلي بيرفع المعنويات حتى في التمرين. يعني كابتن ماهر في الثمانينات، كابتن فتحي الاسبوع اللي كان قبل مثلا ماتشات الاهلي والزمالك، الاسبوع لازم من الصبح بيجوا، لو عندنا تمرين الصبح موجودين، بعد الظهر موجودين، بيشجعوا، بيرفع الدوره الدمويه بتاعه اللعيبه 3-4 أضعاف. أيوة. من الحماس، وانت بتستمد حماسك وروحك من جمهور النادي الاهلي. فان ده مش جمهور النادي الاهلي، القله اللي مشت. يعني ماشي، خلينا نقول انه احنا يعني انا شخصيا بأبدي اندهاشي الكبير لما حدث في هذه المباراه تحديدا، لانه في النهايه انا ما اعرفش، يعني عمري ما شفتها خالص، وما اعتقدش ان ممكن اشوفها تاني طبعا. ان شاء الله هو يعني ده. هي اعتقد انها حاجه طارئه، يعني ايا كان طبعا احنا ما اعرفش ايه اللي حصل، بس هي المجموعه اللي مشيت دي هم مش عارفين يعني ايه. انا في رايي يعني بخلاف جمهور النادي الاهلي خالص، مش عارفين قيمه النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء. استحاله ممكن انت تديها ظهرك كده وتروح في اي حته. فطبعا ده يعني اعتقد ان احنا يعني الموقف ده عمرنا ما شفناه قبل كده يا كابتن ماهر، ولا هنشوفه مره تانية يعني. تمام. النهارده يا كابتن كان اخر فوز للنادي الاهلي في 2019.